بسم الله. ربنا اجعلنا ثابتين في توحيدنا إياك، واتباعنا لرسولك الكريم عليه صلاتك وتسليماتك، فليضحكوا قليلا ويبكوا كثيرا أي في جهنم، وبكاء حتى في خير حياتكم لاغونية كوز بوكو دو بلور. أنت دي بلور بيرسونيل دي بلور البلور دي بروش، فليضحكوا قليلا ويبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. إذن أكي دي زوفر أم بي هما اللي وصلوا روحهم بمكاسبهم السيئة. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم يعني بعد جهة أيام وعايشت طائفة من هؤلاء اللي آم، فسأذنك الخروج هنا، ربما يتوقع لمش غزوات النبي عليه الصلاة والسلام تكون أقل خطورة وأقل تكلفة مالية ولا نفسية ولا مجر. فاستأذنوك للخروج فقل، شكون قال؟ هو الله. والقول لمن؟ لرسول الله عليه الصلاة والسلام القائد الأعظم عليه الصلاة والسلام. فقل لن، يعني على مر التاريخ، لن زمان ومكان لن تخرجوا معي أو مع أمتي الخالصة لربها، لن تخرجوا معي أبدا، ولن زد يحرمهم ربي، ولن تقاتلوا معي. أعرف القتال والنصر، يجيب لهم الأموال ويجيب لهم العز الذي لا يدوم. فقل لن تخرجوا معي أبدا، ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة وقد ذكرنا ذلك، فاقعدوا مع الخالفين. مو تخلفتوا في تبوك، مستقل دائما متخلفين ومفضوحين. والسلام عليكم ورحمة من الله ورضوان دائم بفضل ربنا الدائم.